الأهالي للعودة إلى منازلهم بعد أن عم الهدوء المدينة وعادت الحياة إلى حركتها الاعتيادية، حيث شهدت الأسواق افتتاح جزء كبير من المحال التجارية وبدء مزاولة النشاط التجاري. بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الحسكة وسريان مفعول الاتفاق في قاعدة حميميم، الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة، وأبناء الحسكة متمسكون بأرضهم رغم كل المحاولات الدامية التي بثت بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد بجميع مكوناتهم وأطيافهم، مؤكدين أن هذه المحاولات لن تزيدهم إلا قوة وصلابة في وجه الإرهاب والمشاريع المشبوهة. الحمد لله وضع طبيعي جدا، والناس تتغرض أغراضها، والحمد لله أمور طبيعية 100% وما في شيء نهاية. إحنا لازم نكون يد وحدة والوطن للجميع. نحن نرجو من كل الإخوة إن كانوا كرد ولا عرب، نحن من 100 سنة بالحسكة أهل وأخوة وناكل ونشرب مع بعضنا ونكون يد واحدة ضد الإرهاب الحقيقي اللي هو داعش. والأمور جيدة جدا والحمد لله، الدكاكين كلها تفتحت، تعشون المحلات فتحت والسوق التجاري فتح. لاحظنا هناك عودة تدريجية إلى المحلات إلى افتتاح، وبدأت المواد تتوفر في الأسواق خاصة الخضار والمواد الغذائية الأساسية. أيضا هناك تم متابعة موضوع الأفران منذ بداية الأزمة لتاريخه، بعض الأفران اللي توقفت تم إعادة تشغيلها. البلد أمان والعالم عم ترجع لبيوتها والبلد بخير الحمد لله رب العالمين، والأمور مثل ما تقول تحسنت على أحسن. الحمد لله نحن مستمرين وما وقفنا عن الشغل، وأمورنا جيدة، وإن شاء الله الله يهدي الوضع بهالبلد، ونحن والكراد إخوة وكذا وما في من كل هالشي، ونتمنى كلياتنا جهودنا نتوحد الصد داعش والصد المعتدين على هذا البلد. إحنا والكرد إخوان، إحنا نسيج اجتماعي موحد تربطنا صلات المصاهرة والقرابة، إحنا أولاد بلد واحد، من المفروض ننتبه على بناء بلدنا وليس تخريب بلدنا. هي الحسكة لجميع أبنائها الشرفاء الذين يغلبون مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وغاية لا تخدم وحدة الدولة السورية بكامل ترابها.